عودة من جديد لضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا في حلقة النهاردة الجنرال فكري صالح شيخ مدربي حراس المرمى في مصر، واحنا عندنا للأسف 3 دقايق بس. تحب حضرتك تقسمهم ازاي وانا مع حضرتك؟ لا انا عايز بس عشان ادي نصيحة، يبقى انا على الاقل في جيل استفاد حاجة. يا ريت اتفضل. دي في 10 ثواني. اتفضل. ان ايه روح اكتوبر العظيم؟ روح اكتوبر العظيم هي اللي تخليك ان يبقى عندك حاجة مستحيلة، يقول لك خط بارليف ده بقنبله ذريه ما تقدرش تعديه، لا تعديه. ضرب الطيران، اول ضرب الطيران هيبقى عندنا 50% خسائر، تبقى عندي 2%. طب ده جت منين؟ وده جينات الانسان المصري اللي القران ذكر مصر مرات كتيره. فهذه الجينات فينا. روح اكتوبر عباره عن 5 حاجات: التحدي، الاصرار، العزيمة، الالتزام، حسن التوكل على الله ونعم بالله. وده اللي كان الجنرال العظيم محمود الجواري، وهو طبعا رحمة الله عليه كان حارب في 73 كسلها الإشارة، كنا ده ودي اللي أنا خدتها منه، إن احنا بننفذها عشان ننجح في أي حاجة. ودي اللي أنا بقولها لأي طالب أو لأي عامل أو لأي فنان: لو التزمت بالخمسة دول يبقى انت وصلت الروح روح اكتوبر العظيم. يعني حضرتك بنفس العقيده دي كنت بتأدي مهام عملك كمدرب لحراس المرمى كمان، وبدليل ان انت خرج من تحت عباءه تدريبات حضرتك اهم الاسماء تقريبا في تاريخ حراسه المرمى في مصر، ولا ايه؟ كابتن كريم، انا مرنت الحراس 1979 عندي 23 سنه و8 شهور، كان الليجوان اللي انا مختارهم اكبر مني. علي النجار اكبر مني ب 10 سنين، ده اول اختيار 1979. سطوحي 6 سنين، ثابت البطل رحمة الله عليه 3 سنين، كان بس إكرامي عنده كارتليدج، إكرامي كبير وحش أفريقيا، خدت المرة اللي بعديها. طب أنا إزاي قدرت أسيطر على الناس اللي أكبر مني دي وأنا أقل منهم سنا؟ إزاي؟ وما عنديش بروح أكتوبر. وأعتقد نفس الكلام كمان ينطبق على كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، مش كده برضه؟ هي دي. ودي اللي انا النصيحه اللي انا عايز اي حد يسمعني، الخمس حاجات دول. حتى حارس المرمى اللي عايز يوصل للعالميه، مو صلاح، محمد صلاح، بالخمسه دول قدر يحقق، قدر يحقق. ودي انا بسميها باللغه العسكريه روح اكتوبر العظيم. واتمنى بروح اكتوبر العظيم يوم الجمعه منتخب مصر يا رب يفرحنا.